طبعا كالعاده بنبدا حفلنا اليوم بالنشيد الوطني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مدير إدارة التنمية الاجتماعية للهلال الأحمر القطري السيد راشد سعد المهندي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، وحياكم الله معانا اليوم في هذا الحفل الختامي للهلال الأحمر القطري. سعادة الأمين العام الهلال الأحمر القطري، السادة ممثلي المجلس الأعلى للتعليم، والسادة مديري صندوق دعم نشاط الاجتماعي والرياضي، السادة مدراء المدارس المستقلة، السادة ضيوف الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الهلال الأحمر القطري إدارة التنمية الاجتماعية لتشاركونا أعمالنا، إنجازاتنا، أماننا وتطلعاتنا لخدمة الضعفاء في هذا المجتمع القطري، والإسهام في تحقيق تنمية الفرد والمجتمع، وهي واحدة من الأهداف السامية التي التزم بها الهلال الأحمر القطري في دولتنا قطر تجاه مجتمعنا ومحيطنا من خلال مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات المزدهرة. ومن البرامج المهمة التي ترعاها التنمية الاجتماعية برنامج الهلال المدرسي بالتعاون مع إدارات الهلال الأخرى، ويهدف البرنامج بالاهتمام بالنشأ باعتبارهم جيل المستقبل وتماشياً مع رؤية قطر 2030. برنامج الهلال المدرسي لطلاب المدارس لتعريفهم بأهداف الهلال الأحمر القطري ودوره في نشر ثقافة الهلال بما في ذلك من تطوع وتعريف بالقانون الدولي الإنساني ودورات الإسعاف الأولية وأنشطة الهلال الأحمر الخارجية وما يقدمه من إغاثة ودعم نفسي للمتضررين، هذا بجانب ما تقدمه إدارة التنمية الاجتماعية للطلاب من برامج تطوير الذات والقدرات، وذلك من خلال برنامج كفاءات بالشراكة مع خبراء أكاديمية الجودة الفكرية. سادة الحضور، وفي الختام نتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام لدعمه اللامحدود إلى إدارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الهلال الأحمر المدرسي، والشكر موصول لكل المدارس التي تعاونت معنا وأسهمت في نجاح هذا البرنامج، وكل الأطراف التي قدمت لنا دعم إن كان مباشرا أو غير مباشرة. ونتقدم بالشكر بشكل خاص لجميع إدارات الهلال الأحمر المساندة لنا في هذا البرنامج التي كانت تقف معنا لنجاحه على المستوى الذي ترونه هنا. وختاما الشكر موصول لجميع الداعمين والقائمين ومنفذي هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ندعو الأمين العام للهلال الأحمر القطري سعادة السيد صالح بن علي المهند. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم لأن أرى الإنجاز الذي تم بما يخص الهلال الأحمر المدرسي. كما تعلمون الهلال الأحمر المدرسي من أقدم البرامج
في الهلال الأحمر، ولظروف معينة تم إيقافها إلى فترة معينة، ولله الحمد قامت إدارة التنمية الاجتماعية مشكورة بكل أجزائها في إعادة هذا البرنامج. والهدف حقيقة من إعادة هذا البرنامج هو وجود الحاجة الحقيقية في تحقيق الأهداف للنشأ بما يخص الأمان والسلامة في المدارس، وجميع وبرامج الإسعافات الأولية، تدريب النشأ على الإسعافات الأولية. والموضوع الأهم هو العمل الإنساني الخيري الذي نود أن هو حقيقة النشأ هم أساس العمل الإنساني الخيري، فالتطوع والعمل التطوعي هو جزء كذلك من هذه من هذا البرنامج، اللي ولله الحمد استطعنا هذه السنة الوصول إلى أكثر من 45 مدرسة، وهذا إنجاز حقيقي في خلال السنة الأولى. كما نشكر جميع من شارك في هذا البرنامج، لأن جميع إدارات الهلال الأحمر حقيقة كان لها، مع أن القيادة كانت لإدارة التنمية الاجتماعية، لكن إدارات الهلال الأحمر كلها ساهمت في هذا المشروع، اللي ولله الحمد نرى اليوم نحتفل حقيقة بختامه لسنة 2015، وسيكون له بداية حقيقة قوية السنة القادمة، لأن طبعا احنا بدأنا الاستثمار في هذا البرنامج ونرى أنه حقق أهداف أساسية سوف يستمر إن شاء الله في السنة القادمة، والوصول إلى أكبر عدد من المدارس القطرية حتى تعم الفائدة. وكما تعلمون يعني هذه السياسة من سياسة دولتنا الحبيبة قطر، وما يخص استراتيجية 2030 التي تقود إلى هذا الاتجاه. فإحنا ولله الحمد في جميع ما يخص هذا البرنامج حققنا عدد من الأهداف الأساسية. أول شيء تثقيف النشأ بكيفية حماية نفسهم في حالة لا قدر الله الكوارث، وكيفية التعامل مع المدارس، هذا المدرسة الآمنة، وكذلك كيفية معرفتهم في كيفية إنقاذ حياة عن طريق الإسعافات الأولية، وجميع البرامج التابعة لها في تثقيفهم في القانون الدول الإنساني والأمور اللي نعتقد أنها تهم النشأ. وكما تعلمون الاستثمار في النشأ هو أحسن استثمار وهو أفضل استثمار، وهذا من سياسة الهلال الأحمر منذ نشأته حقيقة، لأن الهلال الأحمر يقوم على العمل التطوعي، ونحن نعتبر كل شخص يمر على هذه الدورات هو متطوع حقيقة، يا مع الهلال الأحمر يا في عمل خيري إنساني، وهذا عمل مبارك إن شاء الله، ونتمنى من الله أن يوفقنا جميعا فيه. ولا شك أن الشكر موصول لجميع من ساهموا، خاصة المدارس اللي ساهمت معنا هذه السنة. وكما كنت أتحدث سابقا، يعني أنا لقيت يعني شاهدت المدارس عندهم الرغبة هم في التواصل معنا حقيقة، وهذا اللي شجعنا أكثر وأكثر لتبني هذا البرنامج على أكمل وجه، لأن الحاجة موجودة ونحن موجودون لهدف خدمة هذا المجتمع وهو مجتمعنا. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.